حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم وقفنا عند ايش الفرق بين الحرمه والبنت. ايش الفرق بين الحرمه والبنت؟ نكمل وياكم في الموضوع. واحده من البنات جتني قالت لي قبل يعني بعد الفاصل قالت لي كلام حلو، خلينا نسمع كلام مرتب اللي قالت لنا. يلا تفضلي. انه النساء والحريم الفرق بينهم، النساء انها هي سوره من سور القران، اما اذا الحريم هي مو اصلا من السعوديه، هي من كلمه تركيه. يا سلام، ممتاز، تحيه قويه لها. يعني معناته الحرمه مو سعوديه الا لكن مو اسمها، مو هي الكلمه قصدك اصل الكلمه. حلو، كيف بس العلك ما خلص طعمها عدنان؟ خلص طعم بس شكل كذا. بس شكل ايه. وش ذا العلك يعني؟ هذا العلك بس شكل، ها ديكور، ها بلونه في من فيكم يسوي بلونه؟ انا. يلا ورنا شوف. والله حلو صراحه، حلو. مفروض انه نخصم عليه درجات فصل. بنعرف انا وبراء، بنعرف شو اسمه، نعرف نفسنا. شلون؟ بنعرف نفسنا. شلون تعرفون نفسكم؟ يعني بقول شعري. لا شيء. ها؟ عندنا قناة اسمها هشبرة. شو اسمها؟ هشبرة. كزبرة ها؟ هشبرة هشبرة. كزبرة؟ هشبرة. عارف الكزبرة يحطونها مع لحم مفروم. سمبوسة يا ابوي، الله، ورمضان جاي على ابواب. وشاركت رمضان جاي نرتاح من حنين واروى اللي شغلونا كل مره في صغار ستار. شاركت بقناه سمسم. ما شاء الله. يلا عرفوا على نفسكم. يلا انا شاركت بقناه سمسم مباشر 77، فريقنا فاز ما شاء الله المركز الاول. ما شاء الله. وانت؟ هو جا ضيف مره. ها؟ جا ضيف. وين جيت ضيف فيه؟ مباشر بسمسم مباشر 77. ما شاء الله. طيب عندكم مشاركه شوده قصيده شعر؟ لا شاركتوا تحت عندنا شو اسمه قناه. شو قناتكم فيه بس؟ ها؟ قناتكم وين فيه؟ على اليوتيوب؟ يوتيوب والانستغرام. قناتكم على اليوتيوب اسمها هشبرة. ها؟ هشبرة هشبرة. هشبرة، شو تسوون فيها هذه القناة؟ ننزل مقاطع، ننزل شيلات. ما شاء الله. وروني شيء، وروني شيء من اللي تنزلونه. يلا. بس المقدمة. يلا. وين الكاميرا؟ الكاميرا هنا عند أخو عبد المحسن النمر. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام وبراء من قناة هشبرة. يا سلام عليكم، وين هذا الصوت من اول المفروض؟ انتم اللي تسوون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا صح؟ ها؟ كذا انتم تسوون؟ ايوه. واليوم انا حق ادبكم ملك الشارع بس نشوف صورة تتحرك. تسوون تحديات وكذا؟ كيف؟ كيف تعرف؟ عطني شيء من الفقرات اللي قدمتوها، والله حلو جوكم، من اول المفروض دخلنا معك سامي. وحتى انتم في اليوتيوب. لا عادي يعني بدون. طيب اعطوني شيء من اللي سويتوه فقرات. كيف يعني؟ يعني شيء قدمتوه مثلا في اليوتيوب ابغاكم تقدمونه عندي هنا، يلا. شيلات. يلا ايه. طيب كيف لازم اشغل شيله؟ عادي انت غني مع الشيله وريني. ما اعرف اغني. يلا. في مقطع. ها؟ في مقطع نزلته عن تعامل الرجال. بين العامل. يلا وريني كيف، وش سويت فيه؟ لازم نشغل الشيله هذه. لازم تشغل الشيله. ها شوف قاعد سالفه قديمه. طيب انت رفعت يدك ايش كنت بتقول شيء يعني؟ ايوه يعني انا عندي شيله قصيده. قصيده يلا قلها. بسم الله. يلا قلها. بسم الله بسم الله نور الله، بسم الله بسم الله ان النيم اوف الله. صح لسانك. حتى وحن صح لسانك، هذه بسم الله بنسمعي. بتقول بسم الله هناك بعد في الفقرة؟ بسم الله. يلا خلينا نروح الفقرة الثانية. يلا تعال معنا. تعال بسم الله. هذه شكل ريال حافظها في البيت، حافظينها كويس يعني. فبسم الله معانا يعني من أول الحلقة إلى إيه جالسين هناك لحالهم. أنا بقدم الفقرة لحالي اليوم. يا الحبيب بسم الله تفضل. ريان اليوم وبيان عندهم فقرة، راح نشوف اليوم وش عندهم جاهزين. دائما لما يجونا يجهزون فقرات جميله. يلا نشوف اليوم ايش حيسووا معانا ريان
وبيان، تفضل يلا. أنا أسوي طيارة. أنت تسوي طيارة؟ ما شاء الله. طيب في بتقول حاجة قبل ما تسوي طيارة؟ يلا أخليكم الحين مع ريان، وريان هو اللي بيسولف. مرحبا يا أصدقائي. حلو. يوم سوي معكم طباعة. حلو، طباعة. يلا تفضل. يتكون من ورق مقوى. يتكون من أشكال. يتكون من ورق. طيب تعالي بيان. طيب يتكون من ورق إيش؟ ورق مقوى، يعني هو اليوم جايب عندنا شيء للطباعة. هاي وش هي اللي تتصيد؟ شمس. شمس. وذي؟ ها؟ قمر. قمر. وهنا؟ هذا قمر. ها؟ هذا قمر. يلا يا ريان نبدا نشوف وياك شو تسوي؟ قل بسم الله يلا. أول شيء لحظة قدم للمشاهدين اليوم معك، تفضل. أول شيء نرسم الخط مستقيم. حلو. بعدين؟ بعدين نرسم الورق ورق الشجر. أيوه، الشجر. بعدين؟ بعدين نرسم كذا. حلو، بعدين؟ بعدين نحط إصبعنا على اللون الأصفر. حلو. ونحطه هنا. حلو. يا سلام. هذا الحين الرسم بالطباعة. يلا. وبعدين السبابة أحط اللون الأخضر أحمر. جسمي. أحمر إيه. أحط النقاط. يا سلام عليك. حلوة مرة. وش ذي؟ وردة. إيه. تبي أجرب شيء؟ طيب أنا برسم، أنا بحاول إني أرسم اليوم معك. كمل 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 كمل. أنا برسم نخلة زيك. طبعا اليوم ريان جايب لنا الرسم بايش؟ ورد. الرسم بالطباعة. يا سلام عليك. هذا الرسم بالطباعة من ريان يعطيه العافية، جايب لنا كل حاجة جميلة ما شاء الله يقدمها. ها؟ منديل. ايه. شوف كيف، شوف كيف انا الحين. شجرة ترسم صح؟ صح انت ترسم شجرة؟ لا. والله. شجرة؟ انت ايش قاعد تشوف الحين انا اللي قاعد ارسم؟ يلا كمل كمل. اي كمل رسمتك انت. كمل. خلصت ها؟ خلصت. كمل ورده يا حبيبي. هذه ورده جايه حادث. نبغى ورده صحيحه. يلا خلينا نكمل هنا، ايش رايك؟ كمل هنا وياك؟ يلا تعال. سوي شجره، شجره اي تعال. كذا. ايه. حلو. هذه الشجرة كشتها طايرة. عايد. ايه. جيب خدمة هنا. ها. كذا. يلا. بعدين احط احط الشجرة. تحط ايش؟ احط الشجرة. شو؟ شجرة. شجرة، حلو، يلا كمل. بنفس اللون ولا لون ثاني؟ بنفس اللون هذا؟ واللون ثاني؟ بساعدك انا بس يلا. انا ما اقدر لان اصبعي كله اصفر. يلا. يلا نشوف. الرسم اليوم انا تعلمت من ريان. تعلمت اليوم منه كيف ارسم بيدي. صح ولا غلط علي؟ صح. يا سلام. وهي كذا تطلع معانا هذه الرسمة. وري رسمتك يا ريان. صح كذا. الله عليك. يلا وين اللي نشوف من ايش اسمك؟ يلا الساحت ساحت ساحت. لازم نخليها شوي يعني بعدين نسوي. طيب يعطيكم العافية. في حركة ثانية جايبها بعد معنا ريان، من الأشياء الجميلة اللي جابها ريان اليوم عشان نحن نعرف كيف الرسم. في هذا الشيء
في الشكل يعني مثلا تقدرون الحين تسوون شكل معين اللي هو شكل السيارة اللي موجود بس بشكل سريع كذا صح؟ صح. ها؟ لحظة شوي. فيطلع معنا هذا شكل السيارة صح كذا؟ أيوه. والشكل الثاني اللي هو شو اسمه أرنب ما شاء الله. يعني أسوي أي شيء. إيه. حلو. وبرضه هذه ما شاء الله شوفوا كيف؟ كيف يعني تقدر تحط مثلا الشغلة الثانية اللي جهزها هنا ريان يلا خذ. ها حط باللون اللي تبي. احمر لا احمر ليش؟ قمر احمر؟ ايوه لا ما في قمر احمر هو انت عكسته يا حبيبي شكلك عكسته حطها كذا نجمة حمراء ايه لا يعني شوفوا هم احنا تعرفون يعني عشان المكيف بارد وساحت علينا الالوان شوي ها بدي احط كفر طيب يلا قلهم يا ريان نروح فاصل ونرجع لكم بعد فاصل طيب قلهم نروح فاصل ونرجع لكم بعد فاصل بروح الفاصل ونرجع معاكم من الفاصل